السلام عليكم. اليوم راكم معايا في مطبخ ام البنات. اليوم جيتكم بوصفه سهله، هو بارامونتي سوفلي، بطاطا سوفلي باللحم المفروم. باش نسحقو للحم كامل، نسحقو 200 غرام لحم مفروم، نسحقو حبه طوماطيش تكون مقطعه طرف صغار، نسحقو حبه بصل مويه ماشي كبيره، تاني مقطعه طريفات صغار، زوج سنينات ثوم، 4 حبات بيض، المعدنوس، زنجبيل، الملح، الجبن تاع فرماج تاع لي ساندويتش ولا شابلور، والزيت والزبده. نروحو مع طريقه التحضير تاع لافارس تاع اللحم كفت، وهي راهيك البطاطا راني درتها طيب، قطعتها قطع ودرتها طيب في طنجره وحدها، طيب غير في الماء والملح برك. دوك نوريها لكم كي طيب. نروحو مع طريقه التحضير. هنا ندير زوج مغارف كبار تاع الزيت، فوالا، ونحط هذيك البصله مقطعه رقيق، مقطعه هكذا يا رقيقه، تتقلى في هذاك الزيت، نقليها كامل في هذاك الزيت وحدها، ما نديرلها لا ملح لا ملح لا زنجبيل، نخليها تتقلى حتى تدبال كامل. كي تدبل نغابيلها سنينات الثوم، دونك نحطها فوق النار. هاي ليك هنا نوريكم بطاطا، هاي البطاطا هاي طيب، نخلوها هاي طيب غرضها. وهنا قلت لكم درت داك البصل، هاو ليك بدا يدبل، فوالا هاو يدبل، نسكر فجلو هادوك زوج سنينات الثوم. اني ما زدت كامل، ما درتش الملح لا زنجبيله، هاكي ندير الملح اللحم وندير فوقو. هاو ليك التومه اللي سكرتشتو كامل، خليه غير شويه، مخليهش يحرق، يتقلى غير شويه برك. ونحط هذاك اللحم، هذاك اللحم فوقكم 200 غرام، هاو ليك، نحلو هكذا، نقليه مليح حتى يتقلى مع هذاك البصل. هنا نبدا ندير التوابل تاعي، ندير الملح، فوالا، ندير واحد نص مغرفة صغيرة. نزيد ندير نص مغرفة زنجبيل هكذا، نقليه كي يتقلى اللحم نرمي فوقو هاديك الطوماطيش اللي قطعتها مكعبات صغار، ونرميلو معدنوس كي نطفيه، دوك يدخلو طياب برك نوليلكم. من بعد ما تشوفو اللحم تقلى شوية، نرميلو هاديك حبة تاع الطوماطيش، ونخلي علاه درتلو الطوماطيش، باه هداك اللحم يجي شوية طري، يطلق داك الما تاعو الطوماطيش، وتجينا بنة، وتانيك طرية، تجي هاديك لافارس تاعو طرية، دوك نخليها تدبال هاديك الطوماطيش، ويطيب شوية تاك اللحم، ونرميلو بال نديرلو المعدنوس، ونطفي عليه، المعدنوس مخليهش يطيب، ونوريولكم كيف نكون حنحضر البارامونتي تاعنا. من بعد ما يطابت شوفوها شربت هذاك الماء طيب كامل، نحكم لو ميكسور نميكسيها، وجامي تميكسيو لا بيوري تاعكم بالبغا، باسكو يجيكم يجيكم كامله في طيور طيور، هي تميكسها هكذا بالبغا لا بيوري. انا اللي في هذاك الماء غير الماء والملح برك، ما فيش والو، فوق ندوزلها. من بعد ما نيغ رحيتها شوفوا القوام تاعها، شوفوا كيفاه. دوكا بنردوها سوفلي، انا ندير لها شويه تاع الزنجبيل بتجي بنينه هكذا، نص مغرفه، ونبدا نفقص عليها هذوك 3 حبات تاع البيض، هاي ليك نفقص بالحبه
هادوك 3 حبات بيض فوالا اون فيغ ا ميزور نفقص بالوحده حبات ولاد الدجاج تاعنا ونضربو هادي الكميه هادي نحطيها ثلاثه هاك نضربو الاولى نضرب الاولى نزيد الثانيه هاي ليك قدامكم حبات ولاد الدجاج تاعنا هاي ليك الثانيه هذا هو القوام تاع البهجينة السوفلي هاي التالتة فوالا نضربها من بعد ماني غريسيت وديتلو الزبدة لو مول تاعنا كو تشوفو فيه بيان غريسي درتلو دهنتو بالزبدة وهنا اللحم تاعنا من بعد ما طابت لافارس راني درتلها المعدنوس كيما قلتلكم درت لها المعدنوس وهنا هاي سخونه نحبطها في السطح تاع المول تاعكم اللي عندكم كاري مدور نتوما واش درتو نمشيه كامل على السطح تاع لو بلا تاعنا فوالا نكونو ذقنا بالطبع الذوق والملح تاع اللحم تاع البطاطا كي ترحوها تاعكم لا بيوري خلوش كامل الفراخ فوالا هكذا هنا عندي جبن الملح دو شويه شويه نص 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 باسكو عندكم الجبن في الوسط هنا عندي جبن تاع لي ساندويتش ندير السطح هذا كامل ما نخليش يروح للنص نزيد وحده معاكم سطح كامل تاع لا فيوند نغطيوها كامله اللحم تاعنا بهذاك الجبن فوالا دوك نكمل معاكم ونولي لكم وهنا راني درتهم خمسه اللي كانوا عندي كي خصني هنايا في الوسط ثاني درت وحده بوكسيون ونبدا نحط فوقها هذيك البطاطا تاعنا اللي كنا رحيناها درناها سوفلي فوالا نمشوها كامل غير بشويه على السطح تاع المول تاعنا ويجي خفيف هاد السوفلي واش نقول لكم يجي خفيف وبنين ما يجيش ثقيل كاين بارامونتي اللي كنا نديروها بكري تجي ثقيله شويه هادي لاله كي فيها البيض تجي خفيفه لا بيوري هادي تجي خفيفه ما تجيكمش ثقيله كامل نكمل كامل هاد واسمو ونوريكم لا ديكو مع الاخر من بعد ماني مسحت السطح تاعها كامله بلا سباتول نحكم لا شابلور وندير لها الوجه تاعها كامل بلا شابلور خبز يابس ومحمص في الكوشه وملحي هذا هو ولي ما عندوش عنده تاع الشريه يدير تاع الشريه انا نوجد دائما لا شابلور تاعي في الدار كون عندي يقعد لي الخبز هذاك بارد غدوة من داك نقطعو نلمو كي يتلم لي نقطعو طريفات ندخلو في الكوشة يحمر شوية كي يبرد نرحيه بالغوبو تاعي البرحيبة كي ترحو بها اللوز هادي هاولي كنت تحتفظو به في علبة بلاستيك ولا زجاج بلارة وديرو فغيجيدار يقعد لكم قريب سنة هاوليك دوك راني شعلت الكوشة تاعي من الفوق ومن التحت ما يخفاكمش هاو كلش طايب غير يحمر كراتينا يطلع شوية يولي سوفلي شوية البطاطا تاخد في الفوق وكيطيب مام با 20 مينوت ونولي لكم من بعد ما طاب السوفلي تاعنا بارامونتي سوفلي بطاطا مهروسة باللحم المطحون درت لها كوشتو الكراتيني تاب درت لها لا شابلور وهنا زينتها بدي غوزاس بلا بيوري قعدت لي حمرتهم غير شوية درتلهم شوية معدنوس ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وصلتكم وهاوليك سخون هذا وين راني طفيتلو
هاد لي 25 مينوت نقسمو دوك قدامكم، نقسمو قدامكم هو ما ولصقش باسكو درنا له الزبده. بسم الله بسم الله. هاوليك قدامكم في طبق التقديم، هاوليك هاوك لو باغامونتي تاعنا سوفلي. ان شاء الله تكون عجبتكم، تكون عجبتكم الفكره. كل واحد وكيفاش يديرو، صدقوني بنين وما تندموش كي ديروه. وما تنساونيش في اللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.